السلام عليكم عليكم السلام، ستي أحلام، اتفضلي. ازيك يا استاذ؟ يا لو سمحت يا عم الشيخ، هسأل بس عن والدي وكده. يا شيخ، هو والدي كان كويس معانا ليه فترة وكويسين وحنا ماشي الحمد لله. سامعك الو يا ايه سامعك. يا شيخ، وبقى دلوقتي في واحدة حاولت ان هي تلف عليه وكده، وبني ادمة دي مش كويسة وكده. اللهم واحنا اغفر لنا ولا عنده. كم سنة والدك وفين السؤال؟ عنده 52. فين السؤال بقى؟ يا عم الشيخ، هو والدي كان كويس بس دلوقتي اتغير معانا ومع اخواتي ومع والدتي وكارهنا وكاره البيت يعني. فانا يا عم الشيخ، واحد يعني شيخ يعني قال لنا ان هو مسيء او حاجة مسحور، احنا ما بنثقش في الحاجة دي، ده حاجة بتاع ربنا. بس احنا ودنا اتغير معانا والبلد كلها جت، وواحد مشهور في بلده يعني، بس البلد قالت له دي بلاش، دي بلاش، خد واحدة تناسبك، هو رافض يعني. ما اعرفش يا عم الشيخ احنا نعمل ايه. شكرا يا ستي ودي أحلام، شكرا يا ستي أحلام. يا جماعة، هو كل واحد صحي الصبح لقى صرصار في بيته يبقى الجن؟ يا جماعة عقل. أنت يا ستي أحلام بتقولي كلام مرتب، بتقولي في واحدة في حياته يبقى شيء طبيعي التغير هو ليه سبب. إيه اللي دخلنا بقى طريق الجن؟ وإيه اللي دخلنا طريق العفاريت؟ يا جماعة، التوسع في الباب ده زي ما هنشوف هيفتح علينا أمور لا طائل لنا بها. يا جماعة، شياطين الإنس أقوى 100,000 مرة في سحرهم وفي وسوستهم من شياطين الجن. شيطان الجن ليه حل، هقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انتهت قضيته. لكن شيطان الإنس يوسوس لك ويزين لك ويخطط لك ويهيئ لك وييسر لك. فالقضية ما هيش قضية جن ولا سحر يا ست أحلام، دي قضية عقل. أسأل الله العلي القدير أن يرده إلى رشده وإلى عقله وأن يقدر له الخير.